خلال هذا العام سيكون هنالك فقط فاتورة شهرية، لا يوجد زيادات، وإنما إعادة الهيكلة تبدأ في 1/12 من هذا العام. إعادة الهيكلة هي ضرورية جدا حسب ما أتى في الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، وهذه التعرفة تحمي الطبقة الدنيا. حياكم الله. الحكومة وضعت ضمن برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديدا في البند رقم 114 أنه سيكون هناك موافقة من قبل الحكومة على زيادة التعرفة المياه، وللأمانة هذا ما التزمت به الحكومة. نعلم تماما أننا في الأردن من أفقر دول العالم مائيا، والترشيد مطلوب، لكن الأسئلة أيضا تحتاج إلى إجابات وهي مطلوبة. أليس الأولى يا حكومة تقليل الفاقد؟ أليس الأولى أن يكون هناك زيادة على مضبوطات السرقات؟ أليس الأولى إيجاد بدائل لتزويد المياه؟ أليس الأولى زيادة نصيب حصة الفرد من المياه، خصوصا أن حصة الأردني تبلغ 61 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالحد المطلق والبالغ 500 متر مكعب للفرد؟ وهذا ليس لي، هذا حديث البنك الدولي. حتى حصة الزراعة انخفضت من 70% إلى 50%، وهذا حديث لوزير الزراعة. أليس الأولى يا حكومة استمرارية وصول المياه دون انقطاع؟ قبل أن أبدأ الحوار دعوني وإياكم أستعرض بعض الأرقام ذات الدلالة بحسب وزارة المياه. 80% من مشتركي القطاع المنزلي يدفعون تعرفة تتراوح بين 40 قرشا و60 قرشا للمتر المكعب الواحد. مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار. فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنوي. تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2%، كانت 50% صارت 48%. تقدر الحكومة كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بقرابة دينارين و70 قرش. التعرفة المعمول بها حاليا لا تغطي سوى 75% من التكلفة التشغيلية، ولم تعد تلبي متطلبات وتكاليف التشغيل والصيانة. هذه الأرقام من وزارة المياه. الحديث أكثر مع المتخصصة في قضايا المياه والبيئة الأستاذة الدكتورة منى هندية. مساء الخير. أهلا وسهلا. وأهلا بمساعد الأمين العام والناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. مساء الخير. مساء الورد. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بجميع الضيوف. هذه ملفات الاستراتيجيات والخطط والرؤية الاقتصادية وقطاع المياه، واليوم استفدنا كثيرا بقراءتها للأمانة. أهلا بكما. أهلا سيدي. قبل أن أبدأ الحوار، في تاريخ 22/4/21 خرج معي على صوت المملكة معالي وزير المياه، وكان لي سؤال سأطرحه الآن وأيضا إجابة. نستمع إلى السؤال والإجابة. لا يمكن أن نرفع فاتورة المياه دون ما نحسن الخدمة. يعني بدنا نقلل الفاقد، بدنا نحسن في إدارة الموارد المائية الموجودة عندنا، بدنا نقلل فاتورة الطاقة تبعتنا، بدنا المواطن يشعر أنه المياه بتوصله كافية وبشكل مستمر. قبل ذلك لا حديث عن رفع فاتورة المياه. لا يستطيع المواطن أن يتقبل رفع فاتورة المياه إن لم يحصل على خدمة مميزة. في حينه سنبحث في إمكانية رفع هذه الفاتورة. أما الآن رفع فاتورة مياه في ظل الظروف الحالية، لا لا. هذا ب 21، شكله ب 23 بيختر. قبل أن نذهب إلى الفيديو الثاني، أو لو بتحب نروح على الفيديو الثاني حتى تكون الوضع أفضل. الأمر لله. بعدها كان ضيفي نائب رئيس الوزراء معالي ناصر الشريدة، خرج معي أيضا على صوت المملكة بتاريخ 16/5
2023. وعند سؤالي عن زيادة تعرفة المياه كان هذا جوابه. ولكن بتضم عناصر أكبر وأولويات أكثر أهمية، وهي ممكن ألخصها بما يلي. العنصر الأول تحسين التزويد المائي من المياه. ماشي. والإنجازنا اللي تحقق أنه خلال الربع الأول وفرنا 5 مليون متر مكعب من المياه إضافيات في الشبكة. الأولوية الثانية مرتبطة بتخفيف الفاقد من المياه. ماشي. وليس سرا احنا عندنا اليوم تحدي كبير بنسبة تصل إلى 50% فاقد لأسباب إدارية، لأسباب فنية. صحيح. ولأسباب أخرى مرتبطة بعبث واعتداءات. واليوم احنا عندنا استراتيجية بتسعى إلى تخفيض هذا الفاقد بنسبة 2% سنويا، وأنا بعتقد هذا أيضا إنجاز راح يساعدنا بهذا القطاع. الإنجاز الثالث، الأولوية الثالثة، تحسين الاستدامة المالية لهذا القطاع، ومن خلالها راح يتم إعادة النظر بهيكل التعرفة القائمة للمياه. أهلا بكم. والتتمة قال الرجل هون إنه في زيادة، بس الزيادة راح تكون عن طريق هيكلة، والهيكلة راح تكون عن طريق اجتماعات. وعلمت أنه يوم الأمس كان هناك اجتماع من قبل الحكومة للحديث عن الخطة 6 سنوات مائيا. نعم. نبدأ الحوار؟ نبدأ الحوار. معالي الوزير قال لا، وقال لا لرفع حاليا. كمل. بس هو حكى أنه راح يكون في رفع اعتبارا من شهر 12 كان مشروطا، أنه راح نعمل إعادة هيكلة من نهاية العام. ماشي. وإحنا عمليا هذا اللي عملناه. ماشي سيدي. أسأل، أعطيك المجال كامل تحكي فيه، وأنا يعني أكون سعيد إني أستمع للإجابة، إحنا والمواطنين كلهم. أبدا. هل تم تحسين شبكات المياه؟ بالتأكيد. إحنا قديش نسبة التحسين؟ يعني عندنا مشاريع لتحسين شبكات المياه الآن تعمل على أرض الواقع في عموم مناطق المملكة تزيد عن 100 مليون دينار. 100 مليون دينار. وفي عندك مشاريع للصرف الصحي حوالي 700 مليون. لبناء محطات وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمناطق واسعة في المملكة. وبالتالي هذا كله جهود مبذول على قدم وساق. طيب. قمنا بزيادة مصادر المياه خلال هذا الصيف حوالي 40 مليون متر مكعب. ولكيف عدينا الصيف ومع درجات الحرارة المرتفعة والعالية اللي لم نشهد صيفا منذ سنوات طويلة. ومر هذا الصيف كانت معدلات الشكاوي بحمد الله، نعم هناك شكاوي نتيجة وضعنا المائي المعروف لدى الجميع، ولكن كان هذا الصيف أفضل من أي صيف مر علينا. لأنه الناس راحت على التنكات. لا مش لأنه ما هو ما بتقدر التنكات أنت. إحنا دولة فقيرة مائيا ودور مي واحد بالأسبوع. هل في مشاكل؟ ولكن كان الوضع المائي مقارنة بكافة السنوات السابقة أفضل بكثير مما كنا عليه، وهذا نتيجة الإجراءات والجهود الحكومية. طيب سؤال ثاني. خفض الفاقد، حكى عن خفض الفاقد. صحيح. قللت الفاقد؟ طبعا. احنا العام الماضي خفضنا الفاقد، احنا واضعين خطة نخفض الفاقد 2%. احنا خفضنا الفاقد 3%، وهذا نسبة تجاوزنا النسبة الحقيقية اللي احنا مقرر فيها للوصول لعام 2030 اللي هي 25%، اللي وفق الخطة الاستراتيجية عفوا عام 2040. احنا خفضنا الفاقد 3%، يعني احنا سنويا نخفض الفاقد 2%. قديش الفاقد اليوم؟ الفاقد يا سيدي كان قبل هذا 52 وشوي، احنا خفضنا الفاقد 3%، الان بتتحدث عن يعني 49%، وهذا نسبه كبيره. طبعا انت شو سبب الفاقد؟ بس استاذ عمر، الوزير قال الفاقد عندي 50 و48. احنا كل ما نسال على الفاقد نزيده عشان نزيد نسبه تقليل الفاقد. لا، الاستراتيجيه يعني الوطنيه هي الفيصل، الاستراتيجيه الوطنيه اللي قررت مؤخرا. صحيح. وواضحه المعالم والتفاصيل ومنشوره على موقع الوزاره، واضح الرقم دقيق. صحيح. واحنا يا سيدي العزيز احنا في بالمناسبه خفضنا الفاقد في مناطق من العاصمه عمان الفاقد فيها 26 و27%، والطفيله اهم من الدول العالم. هلا انت ما هو برضه كمان بدك استثمارات بمئات الملايين، ما انت مش مقرب على الاستثمار، انت رايح على استهلاك المنزلي. استثمارات للشبكات. استثمار للشبكات. الشبكة المي مش ببلاش حتى تنفذها، لأنه أنت عندك دور مي واحد بدك كميات مياه كبيرة، بدك أدوار مياه متواصل حتى تضبط الشبكات. ناشي. إحنا بنفعل القانون، أنت بتقول عن حملة إحكام السيطرة وضبط الاعتداءات،
احنا نتيجة الإجراءات الحكومية اللي بنشتغل عليها العام الماضي كان معدل الاعتداءات اللي ضبطناه 11000 اعتداء. طيب السنة احنا بنحكي عن 7500 اعتداء في يوم. بس بطلنا نسمع عن ضبوطات وزارة المياه. بفتح بس ما بطلنا نسمع عن ضبوطات للسرقات كبرى. لا في تحويل للمحاكم كله وتغريم غرامات. احنا لمين منهم حوالي مليون دينار العام الماضي غرامات ومخالفات. في ناس في الحبوس لحد الآن كل يوم. يعني انتم قمتم بتقليص الفاقد 3%. نعم. انتم عندكم 800 مليون دينار إعادة ترميم شبكات وإعادة تأهيل شبكات. شبكات صرف صحي وبناء صرف محطات جديدة. كويس. خففتوا طاقة فاتورة الطاقة؟ طبعاً عملنا مشروع الديسي قبل أسبوعين افتتحنا 14 جيجا وات راح يوفر 7 مليون دينار هاي كويس. السنة. كويس. 2023. 7 مليون. العام القادم راح يوفر 9 مليون. ممتاز. وراح يولد 29 جيجا وات. هذا راح يشغل محطة مياه زي ومحطة وادي العرب كويس والزارة معين جزئيا من هذه الطاقة كويس. وبالتالي يخفف من فاتورة الطاقة. احنا عم نشتغل على عدة محاور بقطاع المياه. يعني بنشتغل على محور تطوير اول شيء التطوير الاداري كويس. والفني للموظفين وتأهيلهم. ظبطوا التطوير الاداري كمان شغالين. مع الوزير قال ترتيب الملف الاداري يعني عم نشتغل عليه لانه قطاع المياه يا عمي قطاع المياه بالدول العالم كله ما طريقة القطاع العام ما بعرف يعني تمشي بالأمور بشكل صحيح. إحنا بنشتغل على محور ضبط الاعتداءات يوميا وحدة الرقابة الداخلية عندنا الشباب لا بيناموا ولا بقعدوا ولا بركض كويس شغالين ليل نهار بنسقوا. وزارة الداخلية مشكورة كويس. الحكومة عم تشتغل على كافة هذا الجوانب. وآخر شيء زادوا التعرفة لا هلا ما إحنا قلنا إعادة هي والوزير حكى في خطابه إنه أنا نهاية العام رح نعمل إعادة هيكل للتعرف. أنا بدي أشكر لك إنك أنت الآن بتدافع عن وزارة المياه لأنك أنت ابن وزارة المياه طبعاً. وحقك وهذا الدور المنوط فيك. أنا بدي صحيح. أشكرك ماشي. بس الأصل كان إما الوزير أو نائب رئيس الوزراء يطلع الأردنيين ويحكوا للناس ليش جدنا تعرفة المياه. هاي نقطة. نقطة ثانية أهم معلش اسمح لي ماشي. إذا إحنا قاعدين منحسن الخدمات ومنقلص الفاقد ومنخفض فاتورة الطاقة ليش بتزيدوا التعرفة؟ هاي نقطة هاي سؤال. أنا بدي أسألك سؤال ثاني. أجابك بسؤال أكمل لك السؤال وجاوب زي ما بدك. نقطة ثانية إحنا ضروري كل سنة يطلع تبشرونا إنه راح نعطش. ما إحنا عارفين راح نعطش. ضروري كل ست شهور تقولونا ترى الأردن أفقر دول العالم يا أخواني أردنيين بالمياه والله من السابع باء وأنا بعرف هاي المعلومة. هذا الحقيقة هاي الحقيقة. إذا نحتاج إلى بدائل نحتاج إلى إدارة مائية. الأردن يا سيدي العزيز رابع أفضل دولة عربية في البنية التحتية كويس. بعد أول إشي الإمارات العربية ثانيا السعودية ثالثا قطر بيجي الأردن في البنية التحتية اللي هي بتشمل قطاع المياه والخدمات الصرف الصحي. الأردن و 50% الفاقد. أنت لو تخيل رابع بنية تحتية و 50% فاقد. الأمين العام المتحدة مرة إجا أيام معالي الدكتور حازم الناصر زار وزارة زار المياه ورحنا عزل على مخيم الزعتري. قال له أنا مستغرب كيف أنتم بتصنعوا معجزة بتوصلوا مي. أنت بلد ما فيها مي والناس بتشرب. أنت 85% من المواطنين الأردنيين خلال هذا الصيف وكل شتاء وكل صيف ماشي بيشربوا بشكل ممتاز. ال 15% هي الاختلال نتيجة نقص موارد المياه ونتيجة نقص الأموال لأنك أنت مش قادر أنا أعمل ماشي. محطات ولا قادر أعمل إجراءات. يعني موضوع أنك أنت بدك بده استثمارات كبيرة قطاع المياه مش بالسهل. كويس دكتور. هناك من قال بأن هذا القرار غير مدروس ولا مدروس. شكرا أستاذ عامر. هلا دكتورة. أول إشي بدي أبدأ أحكي إنه الماء أرخص الموجود وأغلى المفقود. مفقود. كويس. المياه مصدر لا يقدر بثمن. صحيح. وبسموه الذهب الأزرق. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وبدنا نعرف إنه كل ثلاث أشخاص في العالم في شخص ما عم يوصل له مياه صالحة للشرب. كويس. وبتقارير إحنا مياهنا صالحة للشرب دكتورة. للشرب. عم تشرب من مياه الديسي أكثرية المحافظات. شكرا. مياه معدنية تحت الأرض عمرها 30,000 سنة. كويس. فطبعاً من أحسن المياه. والتنبؤات بال 2050 رح يزيد الطلب على المياه. كويس. أنا عم بحكي حقائق. أنا دكتورة جامعية صح. أكاديمية نعم. ما إلي بالسياسة صحيح. خلينا نحكي حقائق بحب أوجهها كمان للمواطنين فضل. عشان طبعا. نفهم إيش وين إحنا بالعالم بهذا الموضوع. كويس. الحقيقة بس دكتورة إذا إحنا وين إحنا بالعالم بهذا الموضوع وين إحنا بإدارة مواردنا في العالم بهذا الموضوع حتى يكون الشيء بالشيء يذكر. صحيح. يعني إذا بدي أحكي عن حقائق هي رسالة للمواطنين
برضو حرام نقلل من شأن الإدارة. لا قدر الله، أنا والله ما بقلل، بس أنا الدكتورة بتحكي لي تقول أنا بدي أحكي علم. طبعا تفضل. هلا القيمة الحقيقية للمياه أكثر بكثير من سعرها، إذا بدنا نحكي إنه المياه لها قيمة مركبة هائلة، قيمة للغذاء، قيمة للصحة، قيمة للزراعة، قيمة للاقتصاد، قيمة اجتماعيا. دول كثير من العالم اصلا ازدهرت لانها هي موجوده على نهر او موجوده قريبه من الشواطئ. نعم. فاذا قيمه المياه لا تقتصر على ثمنها. وفي تقرير لليونسكو ب 2021 اطلق في اليوم العالمي للمياه عن اسمه تثمين المياه. ولي مقال في الجريده. نعم. بهذا الموضوع. ومن المواضيع المهمه اللي حكى فيها انه كثير من الدول يعني أوضح بأنه لا يوجد علاقة واضحة بين سعرها وقيمتها، فيتم تحديد سعرها للاسترداد التكلفة لا للقيمة المقدمة. كويس. ماشي. في كمان بهذا التقرير حكى بثلاث رؤية مهمين إذا أنا بدي أحكي عن تثمين المياه وأشرح عنه حتى لطلابي. أول إشي بدي أقيم منابع المياه، مواردها، البيئات والبيئات المائية. كويس. هاي كلها مصاري. صح؟ صحيح. يعني حتى عندنا هلأ في الأردن فيش تخصصات بتعلم الطلاب كيف يحسب ثمن المياه أو ثمن هذه الشجرة إذا قطعناها أو إذا لوثنا حتى للمحاكم. دكتورة بتقولوا للطلاب ليش بتفشل المشاريع الكبرى للمياه مثل الناقل الوطني مثل البحرين، ولا بس بنقولهم كيف بنفهم؟ لا إلا بنحكي طبعا كيف، هذه دروس وعبر. كويس. يعني وبنحكي قصص نجاح وبنحكي قصص. صحيح. يعني لازم نتعلم منها. نقطة الرؤية الثانية اللي كان بيحكيها هذا التقرير تثمين البنية التحتية. طيب ما هي بدنا نبني سدود، بدنا نبني شبكات مياه. هلا لما بيجوا يقيموا ما بيقيموا قديش تكلفة البنية التحتية لهي السدود والشبكات. الدول، عم بحكي عن الدول، بتقوم بتقيم حسب تقديرات مبهمة أو حتى ما بتهملها. الرؤية الثالثة اللي بنحكي فيها ويمكن وزارة المياه تحكي فيها هلأ تثمين خدمات المياه اللي عم نحكي بناء، تشغيل، صيانة. أوكي. هذا إشي مهم واللي هلأ الأصل كل دولة بدها توصل مياه لكل مواطن. في نقطة كمان بدي أكد عليها بأهداف التنمية المستدامة اللي هي الهدف السادس. كويس. اللي أصلاً أطلقوه بال 2015 وهي صرنا 8 سنين عم نحكي عن تنمية مستدامة ما زالت مبتورة في جميع الدول العالم. يعني صرنا 8 سنين ماشيين بأهداف التنمية المستدامة 2030. الهدف السادس اللي بيحكي عن ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. كويس. وبرضه لسه كتير من الدول إذا بدكم تقرأ هاي التقارير رح تشوفوا قديش قديش ضعيفة الدول وبتحججوا طبعا بكورونا ولأنه كورونا استهلكنا مياه كتير. صح. صح. عشان لازم نغسل إيدينا إلى آخره. كويس. طيب. في نقطة بدي أحكيها كمان أخيرة. تفضل. يعني لسؤالك، الأمم المتحدة أقرت حق الإنسان بالمياه. شو حق الإنسان في المياه؟ 61 متر مكعب للحوض الأردني بريق وضوء. لا كفايته من المياه للاستخدام الشخصي. 61 بالمتر مكعب كفاية. 50 لتر لكل شخص في اليوم. قديش؟ 61 متر مكعب. نعم صحيح. إذا بنظل على ما نحن عليه راح يوصل ل 30 متر. وهذا ما قاله الوزير صحيح ب 2030 إذا ظلينا على ذات النهج. صحيح. بس أستاذ عامر أنا بحكي هلا حقوق إنسان إذا بقل عن 50 لتر لكل شخص باليوم رح المواطنين يصابوا بأمراض لها علاقة بالجرب، أمراض جلدية. قديش سنوي دكتورة؟ إحنا هلأ في الأردن تقريباً 120 100 لتر لكل 80 شخص باليوم. 80 لتر. نزلنا ل 80. نعم. كويس. يعني لا خطير. أنا بعتبر حقوق الإنسان مع حقوق الإنسان. هلأ مع حقوق الإنسان. كويس. ما تنسى لحظة نقطة أحكي هون كمان بالنسبة. نعم. للاجئين هلأ عندك لاجئين. صحيح. كمان في قيم قديش لازم توصل للهاد. قدمنا بنية تحتية ومياه وأنا معك بهذا بس الموضوع. هلأ خلينا نحكي بتثمين المياه بحقوق الإنسان. رجعنا بس رح نتحدث عن تثمين المياه بحقوق الإنسان، بس أنا بدي أروح على فاصل على طول. وبعد الفاصل هاي أوراق حكومية صح؟ نعم. بدنا نفهم هاي الأوراق الحكومية من الحكومة. فاصل أول، تفضلوا بالبقائي معنا. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد وجد ترحاب بضيفي ومباشره الاستاذ عمر. استاذ عمر بتسمع بالقفز الحر؟ صح؟ ممتاز. هاي البرنامج التنفيذي لتحديث الاقتصاد 2023 اللي وضعته الحكومه وهو قطاع المياه والري الموجود. بنروح بنفتح ناشي من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان، هذا كله نساه بدنا اشياء كله. خلينا نروح انا وياك على شهر ايلول. الرقم 114 شو كاتبين فيها؟ واضحه موافقة مجلس الوزراء على مقترح تعديل تعرفة المياه. نعم. طب من 113 لواحد تظهر مش مهمة؟ نعم مهمة. طيب شو أنجزوا فيهن؟ في كثير إنجازات. وينهم؟ يعني الغباوي شو صار فيه؟ الغباوي طرح العطاء وماشي. أي عطاء؟ زي عطاء النقل والطاقة؟ لا لا ماشي الأمور. طلعنا خبر قبل أسبوعين أو شهر. هاي كلها مبادرات. كلها مبادرات. ثاني. ماشي سؤال ثاني. ولا كيف قطاع المياه ماشي يا عامر بيك؟ قفز حر؟ لا قفز حر ولا ولا يعني قفز حر وركاض وشادين عيننا. يعني الامور مش بالساهل انك انت ان نوصف الامور بالتحديات. التحديات المياه ضخمه وكبيره وجسد. والله بعرف انها تحديات خصوصا ضخمة. بالاردن سيدي انا ما انت لما بتوصل مي للناس بطريقه كويسه يعني احنا نحسن الخدمات احسن. طيب انت بلا مؤاخذه حسنتوا الخدمات؟ يعني طبعا حسنا خدمات. كل يوم في تحسين خدمات، كل يوم في تحسين خدمات. هلا في تحديات وبتتفاقم وبتزيد نعم، ولكن برضو مستوى الخدمات المقدم. انت دول مجاوره بطل فيها مي، هلا بتقول لي انه في دول العالم بواجه تحديات مائيه. احنا ميتنا من سوريا مش قادر ناخذها. هلا هذا موضوع سياسي نتيجه الظروف اللي بالجوار السوري انت بتعرف. ماشي احنا يعني في الامور في الان مناقشات على هذا الموضوع وشغالين عليه. ماشي ولكن يعني انه احنا كقطاع مياه وكحكومه انه ساكتين بهذا الموضوع، لا ما صافتين حقنا في هذا الموضوع، عم نشتغل عليه بس كان في عائق. انت بتعرف الاوضاع اللي كانت في سوريا. طيب والان في يعني زياده على هذا الطابق، زياده لمده 6 سنوات. نعم مزبوط، اعاده هيكله التعرفه لست سنوات. كويس. اليوم من 0 ل 6 متر مكعب كم عدد الاردنيين اللي بيستخدموا 6 امتار مكعبه بالشهر؟ 29% من الأردنيين. نعم لأنه 18 متر 29%. نعم صحيح. ماشي هذولا 29% مش راح تزيد فاتورته، مش راح تزيد بتاتا لا السنة ولا السنة الجاية. السنة الثالثة راح تزيد بضعة قروش، مش راح تزيد إشي بسيط، راح تزيد يا سيدي العزيز مش راح تزيد كله 23 23 23 23. يعني راح تزيد كله بال25. لا راح تزيد قرشين بال 28 بال 26 بتزيد ربع دينار وبال 27 ربع دينار. ماشي سؤال ثاني. من 7 ل 12 متر مكعب قديش عدد الاردنيين اللي بيستخدموا؟ من 7 ل 12 سيدي العزيز 60% او 62%. 62%. هذول اللي ارتفع عليهم السنه بشهر 12 راح يرتفع عليهم 5 قروش. 5 قروش يعني بمعنى بتزيد فاتورته 48 قرش. خليك معي 5 قروش اللي تعرف المياه. صحيح هاي الزياده. وصرف صحي عنده 3 قروش هاي 8 قروش. والدعم الحكومي راح ينقص شوي. راح ينقص قديش؟ ليره و70 10 قروش راح ينقص. 10 قروش. طيب. من هو بده يدفعهم؟ مين بده يدفع؟ 10 قروش. الحكومة بدها تدفع، بدها تخفض هلا الإنفاق الرأسمالي. ماشي. راح تظل الحكومة. هذا موضوع التعديل التعرفي ما له علاقة به. هل فعلا 10 قروش؟ احنا بدنا نسترد كلفة التشغيل والصيانة. هلا المتر يا عامر بيك. حاضر. التشغيل. والمشاهدين. معلش التشغيل. والصيانة. كويس. خليني أكمل لك شغلة. تفضل. كلفة المتر المكعب دينارين و20 قرش. ماشي. بكلفنا تشغيل وصيانة دينار و40 قرش. ماشي. ونفقات رأسمالية 80 قرش. ماشي. احنا ما بدنا من اخوان الحكومة ملتزمة ووزارة المياه بالنفقات الرأسمالية اللي هي مثلا بناء المحطات، الخطوط، معالجة المياه. احنا النفقات التشغيلية مرتبطة بتشغيل هالمي ونوصلها، طاقة، مواد كيماوية، معالجة المي. هاي بدنا نخفض وصولا بنهاية الخطة الحكومية. سنصل إلى أنه نخفض الدعم عن الشرائح ذات الاستهلاك الكبير. رح تظلها 7 شرائح ولا رح تصير مثل الكهرباء نرجعها 3 شرائح ونقول 7 شرائح؟ هلا كانت 9 شرائح بالمناسبة. كانت 9 صارت 7. صارت 7 شرائح. ولكن أنت إذا بتطلع على الشرائح إحنا خففنا فيها للمواطنين، وجهنا الدعم للي بيستهلك أقل من 24 متر بالشهر. إحنا عملنا دراسة 24 متر فأقل هذول 92% من المستهلك. طب شو الهدف من الرفع؟ الهدف انه نحسن موارد المياه واحد، نحسن الايرادات الماليه لقطاع المياه حوالي 9 9.5 مليون في السنه الاولى. ثانيا المواطن بدل ما انه الفاقد حتى يصير يخفض الفاقد، وعملنا ميزه تنام. ميزه تفضيليه اول سنه 9.5 مليون تقريبا. نعم كويس دينار. السنه الثانيه
يعني على في هلا كل سنه راح يزيد السنوات القادمه. نعم راح قديش يزيد؟ يعني بهذا الحدود تقريبا الدبل. يعني هلا خمسة يعني بوش. اول سنه 9.5 هلا ما عنديش قراءه ولا دراسه، هذا موضوع مالي بحت. صحيح. بس انا اللي عندي التقديرات الاوليه حسب ما فهمته انه 9 ملايين 9.5 مليون دينار بالسنه الاولى، والسنه الثانيه 18 تقريبا. يعني ما عندي فكره بالضبط السنه الثانيه قديش برتفع الرقم، بس احنا برضو كمان يعني هلا راح نخفض الفاقد. هدفنا تعزيز اول شيء، مش عملنا استراتيجيه، عملنا استراتيجيه وطنيه في اهداف بدنا نحققها. طب ماشي، ما هو انت السنه هاي بقى رفعت عليه 10 قروش راح تزيد فاتورتي 10 قروش. لا راح تزيدك 48 مثل ما قلت لك، الشريحه الثانيه راح تزيد فاتورته 8 ليرات و40 قرش بال 24 لا 5 دنانير و47 قرش بصير 5 دنانير و92 قرش. يا اخوي ما هو في 3 ليرات هناك كمان ما فيش. لا هذا بعطيك مقطوع، انا مقطوع جاهز. طيب هلا مياه وصرف صحي اللي من 13 ل 18 متر 82% من الاردنيين ماشي. فاتورته هلا 10 دنانير و50 قرش. قديش بتصير؟ بتزيد 84 قرش، يعني بتصير 11 دينار و30 قرش. والسنه اللي وراها بتزيد، شو السنه اللي وراها بتزيد 3 ليرات، بتصير مجموعها الزياده كلها 2024 3 ليرات كل الزياده على الفاتوره من ال 28 بتزيد 10 ليرات و59 قرش. هذه على 6 على 6 2029 10 سنوات بتحكي، يعني من هون ل 8 سنوات. طيب يعني الغايه مش ترشيد، الغايه انه ترشيد. معلش معلش، انت قلت لي الغايه الاولى انه احنا النفقات، حتى الوزير قال النفقات. النفقات يا سيدي احنا 9 مليون هلا شو مبلغ؟ ما انت الان بدك يعني تحسن بالخدمات، انت قطاع المياه اقل محطه مياه ولا محطه صرف صحي بدها 70 80 مليون دينار. طيب تسمح لي بسؤال؟ تفضل. الفاتوره الشهريه كم بدها تكلفكم السنه الاولى؟ 3 مليون صح؟ طيب مزبوط؟ ما عنديش رقم دقيق بالضبط. رقم دقيق انت عارفه 3 مليون نخصمهم من 9.5 مليون صح؟ يعني 6 مليون. اكثر من ذلك راح تكلف الفاتوره الشهريه بدايه اول سنه، لانه بتطبيقها واجهزه ومعدات بعتقد انها راح تكلف اكثر من ذلك. كم تقريبا؟ يعني بجوز اكثر من هذا الرقم، 4-5 بجوز. طيب ال 5 مليون هذول بده يدفعهم المواطن حتى عملها فاتوره شهريه؟ لا ما بيدفع المواطن، هذا نفقات راس ماليه تحملها الحكومه. ما هي زدت عليه 9.5 مليون يا سيدي. انا ما زدت، بدي احسن الخدمه، بدي مش اخفض الفاقد. كيف بدي اخفض الفاقد؟ هلا انت كل 3 اشهر بتيجي بتراقب عداد المي. طيب خزانك اذا مخزوق بتروح تعمل اعتراض وبسيء المي، بدك 3 اشهر تعرف انه المي. اما لما بتجيك الفاتوره بتقول لك المره اليوم اجت الفاتوره وتدب الصوت. انت بتطلع على الفاتوره بتقول يا اولاد شو اللي رافق المي مرتفعه، بتروح بتشوف عدادك بتشوف مرافق المياه تتاكد انه في الوضع المي ممتاز ولا مش ممتاز. انا يعني هذا بحفز على. طب بعدين عملنا ميزه تفضيليه، احنا اللي بيظل ضمن 18 متر خلال 3 أشهر، يعني عامر استهلك في الشهر الأول 9 متر ماشي، وبالشهر الثاني 5 متر وبالشهر الثالث 5 و9 4 متر. هلا بالتسعة متر احنا هون بنحاسبه 6 متر غير ما عليها ولا زيادة، الثلاثة متر بنأخذ منه زيادة على الشريحة الثانية، على الشريحة الثانية 5 قروش. احنا ما لنا قلبين بالأردن كله شرائح. هو انت بدك برضو كمان هاي آلية متبعة بكل دول العالم مش بس عندنا، يعني العالم كله اللي بيستهلك اكثر بيدفع. الفاتوره الشهريه بتضمن لي انها راح تستمر؟ هلا طبعا راح تستمر. ب 2012 قالوها جربتوها شهر وبطلتوا. هلا هم جربوها واجا واحد الغاها، يعني في فتره من الفترات الغيت فاتوره المياه. بس هلا احنا هذا قرار يعني معتمد ومقر واقره مجلس الوزراء. كويس، يعني انتم بشهر 12 راح تبداوا اول فاتوره، بشهر 12 شتويه ما فيش صرف على المي، وبشهر 1/1 تصدر اول فاتوره. طيب هذا برضه الحكومه كانت هدفت لهذا الموضوع عشان الناس عشان ما نحمل الناس عبء كبير، وقلنا بنخليها يعني كان القرار انه تصدر بالشتاء. هلا انت راح تستفيد من كل الشرائح اخ عامر. يعني طيب احنا رفعنا الدعم عن الشرائح الكبرى، مثلا الدعم الحكومي لفوق ال 30 متر بقل لدينار و6 قروش ماشي، وبعدين بينزل من 42 ل 60 قرش نسبة. بعدين الماء ببطل في دعم. الماء المنزلي كم نسبته من المي كامله بالاردن؟ يعني ساعات بتقول لي هاي ماء للاستهلاك المنزلي، هاي للصناعي، هاي للزراعي، هاي للكذا، قديش نسبه؟ عندنا احنا مليار و100 مليون متر مكعب. مليار و100 مليون متر مكعب، 522 مليون متر مكعب منهم للاستخدام المنزلي. للمنزلي يعني النص، المنزلي والتجاري والسياحي. لا المنزلي والتجاري والسياحي، اذا بدك تحسب المفوتر اللي بروح للمنازل كمشتركين مياه منازل حوالي 250 245 مليون 248 مليون 245 مليون او 248 متر مكعب هذا للاستهلاك المفوتر للاستهلاك المنزلي. هذا المنزلي عندك في عندك سياحي، في عندك صناعي، في عندك تجاري. طيب الشهر هذا راح تجينا الفاتوره الربعيه
وكمان رح تجينا الفاتورة الشهرية. اجت خلصت الفاتورة الربعية خلص. خلص في بعض الناس بلشت تجيهم فاتورة شهرية. اوكي رح تتحاسبني على الأربع فواتير ولا؟ هلا من هون لآخر السنة ما في أي زيادة على الفاتورة. احنا شو سوينا؟ الآن الربعية قسمنا على ثلاث أشهر. طيب. وبتجيك فاتورة ثابتة ما عليها ولا تعديل. من 1/1 حتى من 1/12 التعرفة بتبلش تتعد عليك، تصدر الفاتورة ب 1/1/2024. كويس. بدي اسالك دكتوره سؤال، اليوم الحل مش بتقليل الفاقد افضل من زياده؟ وبعرف انه الاردن بتدفع اقل فواتير مياه يعني بعرف، بس مش الحل بتقليل الفاقد؟ الحل بايجاد بدائل للمي اللي عندنا 100%. الحل بالابار، الحل بألف شيء. يعني احنا بنروح بنستسهل اي شيء. هاي 9.5 مليون اول سنه، الثاني الله اعلم قديش، الثالثه ل 27 الله اعلم. 10 ليره تزيد الفاتوره على المواطن، 10 ليره. طب شو العشر ليرات عامر بيت يا زلمه؟ في على انه توصل بدل ما اروح اجيب تانك مي. والله لو اضمن، اسمع، تانك واحد عمر بالسنه عمر، والله لو يضمنوا انه في ترى ارخص لهم، بس هم ماش رايحين يضمنوا تجيهم المي. لا يا سيدي، اذا بنحسن وبندعم القطاع راح يتحسن قطاع المياه. وكيف بدك يتحسن ب 9.5 مليون؟ لا انت هذا ما هو، انت بتشتغل على 9 مليون على الطاقه، جاوبتك على موضوع الفاقد جاوبتك. قديش مديونيتك للطاقه؟ 134 مليون. 134 مليون دينار. شو خففتها؟ ما هي كل سنة بتزيد. ما هينا احنا بنخفف، وين كنا وين صرنا؟ يا اخوي انت كل سنة بتزيد 134 مليون. هاي مديونية. لا هاي المديونية، هاي المديونية ماشي المديونية. وبتقولي في إدارة للملف، قطاع المياه 2.3 مليار دينار مديونيته. ماشي. إذا بدي أظل ماشي على النمط اللي أنا فيه، رح يصير 4 مليار مديونية. ليش ما تحولوها طاقة متجددة تبعت؟ ما هينا شغلة بقول لك الأسبوع قبل أسبوعين، مشروع الديسي. لا مين حكى لك ممنوع؟ مشروع الديسي الآن مشروع محطة مياه، محطة طاقة الديسي 14 جيجا، والسنة الجاية 29 جيجا راح تولد. عندنا في عشرات الآبار تحولت للطاقة الشمسية من سنوات مش من جديد. هذا مشروع طموح. في محطات لب ومحطة يعني بديش تسمي لك محطات. تفضل. الأصل إنه نمشي بارلل يعني بكل شيء، ما شغالين لازم على كل السرعة. أيوة هذا صح. يعني ما بصير أقول أنا وأنت بجوز بتعرفي هذا الكلام بشكل دقيق واقع، يعني أنت عندك خبرة بقطاع المياه انه احنا على كل المحاور بنشتغل. ما بيصير اشتغل على محور بس فواتير واترك اشياء تانية. هلا بيشتغلوا على الطاقه الشمسيه، هذا مهم جدا، حكينا اكثر من 250 مليون. وزاره التخطيط يا دكتوره، بس اقول لك شغله واحده عشان تجاوبي، انت بتقولي لي علم، وزاره التخطيط بتقول لك 14.4% من قيمه البيجينا احنا ماشي رايحه لمين؟ للمياه والصرف الصحي. صحيح. احنا بيجينا هاي حسب وزاره خلال 4.4 مليار دولار، يعني تقريبا 1.5 مليار رايحه للمي. وين تحسين الموارد؟ تفضل اقري. هلا ده في زياده سكان، في زياده اعداد لاجئين. والله خلص خلص تجاوب يا زلمه، خلص تجاوب. تفضلي دكتوره. في زياده سكان، في زياده اعداد اللاجئين، في عندنا شو ايش كمان في عندنا اشياء كثير، تغير المناخي عنا، تغير المناخي هلا عم بكون في عنا كلف الطاقه، كلف الطاقه. ما هي رجع حليناها كلف الطاقه، ما قاعد بتقول لي حلينا كلف الطاقه. ما هو تحدي يا عامر بيك، ما هي قاعد بتحل التحدي. متر بيكلفني 70 قرش للديسي لما ضخه لعمان، ازاي من الغور تحت مستوى سطح ولما البحر. تكون وزاره الطاقه ووزاره المياه بحكومه واحده، الاصل انه يشتغلوا. ما هي قاعد بتقول لي كلف الطاقه، ما هي هاي من سنوات يا عامر بيك، متراكمه، قصص متراكمه. انت قطاع المياه، ما انت كم بدي اسالك سؤال سني، كم من محطة بنينا خلال السنوات القليلة الماضية؟ عم تبني سدود، قديش تطور قطاع المياه؟ محطات تنقية. احنا يا سيدي العزيز في عهد سيدنا كم من سد بنى؟ محطة الخرب السمراء طورناها، عندنا 14 سد الوحدة، سد الموجب، سد اللجون، سد التن، يعني في قصص. محطة الشبكات الجديدة، حوالي 31 محطة صرف صحي عندك بالمملكة، من أحسن المحطات، من أحسن المحطات، محطات المعالجة، محطة روع مياه الديسي. يا أخوان طب كل هالإنجازات هذا مليارات مش ملايين يا أخوان. 98% من المواطنين توصلهم المياه لا داخل بيوتهم. هو كمان نحكي الحق، هلأ بحكي كعلم أنا دكتورة، لما أروح أشوف هو وصول المي مكرمة ولا حق؟ لا مش مكرمة، عم بحكي حق. حق هذا حق. والله مليح بعد 100 سنه نقول لهم انا بنوصل لكم المي لدوركم. طب مش بدك مصاري تدفع هاي الخدمه؟ طيب انت عم تقول وين راحت المصاري؟ مش هذا كله مصاري؟ طب المتر بكلف دينارين و20 قرش وانت بتدفع 60 40 الى 60 قرش، مين بده يدفع الفرق؟ مش من الحكومه بتقولي وين المديونيه؟ صحيح. طب ما هي هاي نفقات راس مال، مين بده يغطيها؟
مين؟ من النهاية بدها تتراكم على قطاع المياه، بكرة بوصل قطاع المياه طيب. ببطل حدا يطل عليك ولا حدا يقدم لك مساعدات كويس. وبتصفي أنت لا في مي ولا في بالتسعة مليون المجاورة شوف شو كويس صار كويس. بالتسعة مليون بدك تحل 2 مليار هذا انبرر اللي بنشتغل بمستويات متعددة وعلى أكثر من مجال. وين المجال؟ كيف 9 مليون يا مرة تحل 2 مليار هذا من الفاتورة 9 مليون وراح ندفع منها ل 13 كهرباء. بس انت عندك بتشتغل على عم حمله ضبط يعني بتقول لي على اعتداءات. احنا العام كان في 11000 اعتداء قلت لك 7000 هذا مش شغل مصطفى بقى. عماوي الامين العام لحزب الائتلاف الوطني يوم الامس يقول لي سانقل بديش احطه فيديو عدم ضبط بعض القضايا بخصوص دفع الفواتير. البعض وصلت فاتوره المياه الى 750000 ولم تدفع. اتحدث هو نقلا عن لسانه من وزير ورئيس وزراء أحدهم كتب على ملفه أنه مجهول الإقامة وزير المياه الحالي والسابق والأسبق والأسبق يعرف من هم. معقول؟ إحنا يومياً بننزل بالجريدة بتشوفش أسماء كثير بالجريدة اللي عليهم ضبطات بس هالقد يعني عجز على أموالهم الأميرية والمنقول وغير المنقول بس هالقد؟ هلأ كان في يعني في السابق أنك أنت تحولنا لحكومة إلكترونية بالله في 750 في فواتير يعني ما عنديش علم بهذا الأمر أبداً ما عندي علم تحديداً بس أنه إحنا أي واحد عليه فواتير يعني الآن في عملية التحول الحكومة الإلكترونية كل الفواتير وكل المستحقات تحولت إلى إلكتروني وبتلاحظ بالجريدة. إحنا يوم الناس بتضج بتقولك يا عمي طولوا باركوا علينا بس هذه بالنهاية أموال عامة أموال عامة يعني مصانة لازم نحافظ عليها حتى وفي البعض عنده 7 رخص لا أبا وفي منطقة واحدة فيها 10 أبار وواحد ما عندهش. الطفيلة مش أكثر المحافظات عطشاً دا الأردن جرش وعجلون أكثر نعم عجلون عجلون وجرش اللي الثلج بيذوبش فيها بالثلج بشتوية. والله ما فيش فيها أبار يا أخوي الرومان قاعدين فيها من سنين. أسألك سؤال تفضل سيدي. طب مش حرام عجلون الأكثر هطول مطري الأكثر عطش في الأردن يا سيدي؟ عجلون السبب إنه مصادر المياه الجوفية فيها متراجعة جدا وناضبة هي وجرش. ماشي تفضل يا دكتورة. هلا أهم شيء هي إدارة المياه الحكيمة. عم نحكي بالإدارة يعني لما بنحكي في دولة مجاورة عم تبيع مي عم بتخطط للمستقبل في عندها محطات تحلية كبيرة عم المياه المحلاة عم تنزل على البحيرة الطبرية على البحيرة على المياه السطحية معناته في خلل في الإدارة. أنا إحنا عندنا خلل بالإدارة دكتورة هيك أنا شايفة يعني لما أشوف دولة مجاورة قادرة عم تبيع المياه محلاة إحنا عطشانين وعم بيربوا المي المحلاة في بحيرة طبرية يعني معناته إن إحنا مش عم نشتغل صح كإدارة مياه. أنا بحكي لازم نشتغل بالتحلية وهلأ تكلفتها قليلة لازم نجيب خبرات من دول الخليج لأنه عم بحلوا المياه بتكلفة بسيطة وصار في تكنولوجيا عالية وسريعة. فإحنا إذا مصادرنا الموجودة فيها مشاكل تلوث مياه في إربد عندنا في أبار مش عجلون كلها ينابيع ولا نغلطة أبار الشمال ينابيع سطحية خفيفة أبار في الشمال موقوفة في كتير من الأبار موقوفة في الشمال بحاجة إلى تحلية. في أبار بالكرك برضو بحاجة إلى تحلية يعني في عجز مالي. هلأ إحنا أبار خان الزبيب أبار خان الزبيب هيوم ما بيشتغلوا 11 بير كل ما فهلأ أظن في هذا لأنه الشغل بالتساوي ما حفروا بير وشافوا ميته قالوا لا 11 مع بعض. هلأ يعني هاي خبيرة مياه موضوع المياه الجوفية بالله نشرنا ورقة علمية وأجا ردود يعني من ألمانيا من سياسيين حتى سألوا عن اللي كتبناه. حكينا على بواخر تحلية مياه تصير تمشي في البحار وتحلي وتمرق على هالدول وتعطي مياه. فاتصل معنا واحدة سياسية من ألمانيا قالت أنتوا خبرتوا بيعرفوا عن هاي الورقة السياسيين عندكم في الدولة؟ بس نقطة ما بيعرفوا ما بعرف. ف يعني في بدائل كتير. في تركيا كانت مخططة أنها تعمل خط للسلام للمياه لدول الخليج ولسوريا والأردن وبدها تبيع مي كمان. هلا بدي أحكي بموضوع بدي أحكي المياه العابرة كويس بدي أحكي بموضوع الناقل الوطني والتقييم. خليك معي بنحكي بموضوع الناقل الوطني أوكي بس بعد الفاصل قصير أخير تفضل بقى.
اهلا بكم من جديد وجهت الحال بضيفي. اين وصلنا في النقل الوطني؟ يا سيدي مددنا تقديم العروض. ليش؟ ل 14/2023 مددنا تقديم العروض لمزيد من الدراسه لانه المؤهلين انه طلبوا مزيد من الوقت. هم انسحبوا؟ في ائتلاف انسحب. ائتلاف انسحب؟ اه احد الائتلافات. طيب انتم اجلتوه ل 14، هل سيكون هناك تاجيل اخر؟ لا ان شاء الله ما في اي تاجيل، يعني النيه انه في احد الائتلافات يفترض انه الامور حسب ما فهمت من الاخوان القائمين على المشروع مع الوزير انه الامور طيبه باذن الله. و14 واليوم كان في حديث لمعالي الوزير بهذا الشان انه يعني راح تكون الامور ان شاء الله في 14 يكون بدء المفاوضات مع لتقييم المخاطر والعروض والامور الماليه وكيف ترتيب الامور وان شاء الله انه هذا المشروع. لاني قرات تصريح لوزاره المي بتقول لك اذا ما في يعني في عندنا بدائل. في عندنا بدائل طبعا، يعني بنستنى بنائك الوطن عشان اهدد الشركات بدائل اللي يقول عندي بدائل لنفس المشروع. لنفس المشروع. نعم نعم نفس المشروع. دكتورة شو الناقل الوطني وين؟ يعني هو ميجا بروجكت من أهم المشاريع اللي يجب أن تطبق لأنه بالآخر المياه أمن وطني. كويس. أمن أمن لأنه اقتصاد صحيح. وصحة وزراعة وغذاء، فما في مجال إنه يكون يعني ما يكون طبعا. هذا المشروع مشروع أمن وطني للأردن بده يمشي، وزي ما حكينا بارلل مشاريع كثيرة عم تمشي قيد العمل. يمكن بوصي هلأ مثلا مشروع الديسي أنه كمان يسحبوا أكثر لمحافظات أخرى. الديسي كان ل 35 نسعب كفينا ل 30 يا دكتور، يسحبوا أكثر في السنة القادمة سيتم زيادة يعني إذا زي ما صح سيتم زيادة طاقة مشروع الديسي خلال العام القادم إن شاء الله. كيف سيؤثر الناقل الوطني على التعرفة؟ تعرف يا سيدي الحال المشروع الناقل الوطني حتى الآن مش واضح أنك أنت كيف بدك تمشي في هذا الموضوع. موضوع الناقل الوطني مشروع وطني راح يأمن 300 مليون وتحول للتزويد الماء المستمر في معظم محافظات المملكة وتحسن التزويد لباقي المناطق، يعني بمعنى في بعض المناطق راح يكون فيها ضخ مستمر على مدار الساعة والبعض بجوز تجيها 3-4 أيام بالأسبوع اللي هي المناطق البعيدة والنائية مثلا. وعلى ضوء ذلك في ظل هذا الموضوع بجوز يعني هذا السعر في حينه على ضوء الظروف اللي بتصير وكيف تمويل المشروع الدنيا، بس مش متوقع أنه يكون في زيادة على هذا الموضوع إن شاء الله. أنا خايف يصير مثل عام 2021 ما فيش رفع للمي. لا هلا أنا بقول لك بما يعني لا نستطيع تحديد، اللي بقول لك الآن أنا بقدر أحدد قديش سعر الديسي هذا. طيب. الناقل الوطني غير صحيح. الاستراتيجية الوطنية للمياه. شو بتقول؟ بقول لك الأردن سيكون الأكثر متضررا إذ لم تنفذ الاتفاقيات حقوق المياه الثنائية بين الأردن ودول الجوار. في اتفاقيات لم تنفذ؟ يعني في اتفاقيات غير منفذة، مش إنه اتفاقيات غير منفذة، إحنا يعني حقوقنا بنسعى جاهدين للحصول عليها من مختلف الأطراف المجاورة لتعزيز واقعنا المائي، لأنه التحديات المائية هي بتتزايد علينا وبتتزايد عليهم أيضا. نعم. الوضع المائي مش بس على الأردن، على العالم أجمع، الشح المائي والتغير المناخي مثل ما ذكرت الدكتورة، وهذا خطر يداهم العالم أجمع. يعني أقول لك التغير المناخي أنا بعتبره فرصة بالأردن لأنه عم تشوف الفيضانات هلأ، بنقدر إحنا نجمع أكبر كمية ممكنة، وهي توصية كمان إنه نحاول، وأظن الوزارة جاهدة عندنا مبادرة سدود لا سد دكتورة عندنا مبادرة لعشر آلاف بير تجميع لمياه الأمطار في محافظات الجنوب شغالين عليه. هذه فرصة إنه بلش العام الحالي وهذا مشروع إحنا بنشجع. بلشوا بالعشر آلاف؟ بلشوا في مشروع ممول من الفاو. كويس. ونستخدم المياه العادمة المعالجة 200 مليون متر مكعب وصلنا، يعني هذا برضو من الإنجازات. كمان قصة نجاح، وفرنا قصة نجاح. كميات المياه الصالحة للشرب وعكسناها على الزراعة، هذه أرقام يعني. يعني يعني أنت بتشتغل مهو أرقام عالمية عن الأردن. طب إذا إحنا كنا عندنا كل هاي الإنجازات بالماء، أنت برضو في عندك الأردن قديش كان سكان؟ إذا ما كنا بال 2006-2007 5 مليون طيب الآن 11 مليون، أي دولة بالعالم تتضاعف في 5-6 سنين 10 سنين؟ متر المي في ألمانيا ب 5-6 يورو بألمانيا الوفيرة مائياً. الدول العربية إحنا يعني من ثالث من الثالث من أرخص الدول بالمياه، بجوز السعودية أرخص منا شوي وثالث أفقر دول. بعدين هبوط متواصل للمياه أحواض المياه الجوفية، يعني كل سنة متر أو مترين عم ينقص وما فيش مطر مثلا. متفائل بالناقل الوطن راح يصير مثل ناقل البحرين. دخلك ليش تم إلغاء ناقل البحرين؟ بطلنا نسمع عنه. ليش دكتورة؟ يعني الدراسات ماذا تقول؟ هلأ أحكي بصراحة
رأيي شخصي. أوكي. يعني رأيك ولا معلومة؟ رأيي الشخصي العلمي كدكتورة مبني على معلومة. بالجامعة. آه كويس. يعني أكاديمي. أكاديمي كويس. يعني بعرفش قديش صحيح يعني. يعني إسرائيل مش ممكن إنها تحط مشروع مياه في الأردن لأنه نحن أعداء، فنوعية المياه اللي بدنا نوصلهم إياها مش ممكن يفكروا يكون أي شيء عندنا إحنا نعطيهم إياه. وصلت الفكرة؟ فكان موضوع الناقل البحرين بالمفروض يكون عندنا في الأردن، إحنا بنعطي المياه لإسرائيل، حتى ما كانش ما بنقدرش نعطي المياه لفلسطين في بايب لحالهم، لازم إحنا نعطيه لإسرائيل وإسرائيل بتعطي حصتها مثلا لفلسطين. فهذا المبدأ يعني لازم نفهمه، لازم نفهم عقلية أعدائنا إنه مش ممكن يقبل إنه تكون مصدر مياه نحن نزوده. ومن من زمان هم ما بدهم هذا المشروع، من 1800 كويس هم عندهم مشروع البحر الأبيض المتوسط. فأحكي لك قلبوا الطاولة وطلعوا فلسطين ودخلوا النوايا. ولذلك احنا مشروع الناقل الوطني. أيوة. هو مشروع أردني سيادي بامتياز على الأرض الأردنية. أنا بدي أسألك سؤال. فضل. ممكن السؤال بيقول بما أنه بعد ما شرحت لك كل هاي النقاط وهاي الخطط، الرفعة يعني لن تعمل شيء للمياه، لانه احنا عندنا ب 800 مليون، معلش اكمل لك، 800 مليون 700 مليون مشاريع صرف صحي ومشاريع شبكات مياه 100 مليون، هي 800 مليون بس 6 سنين مش رايح تجيبين. انا ما اساله اذا كانت هاي التعرفه مش رايح تكون لها الاثر الكبير والمباشر على اداره الموارد المائيه، هل لها اثر البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي بدكم ضلنا ندعمكم بدكم تعمل هيك ارفعوا المي والكهرباء؟ هذا كلام غير صحيح ابدا ابدا سيدي العزيز. انت قطاع المياه بدك تخفض الفاقد رح ينعكس على واقع المياه. كل 1% فاقد بتخففه بنعكس على تحسين كميات المياه وتخفيض الكلف. كل مشروع طاقه بتعمله بحسن قطاع المياه. كل اجراء بتعمله بناء محطه صرف صحي بتعالج الميه العادمه تستفيد منها للزراعه. كل ما سألتك عن زياده التعرفه، ما هي انا قاعد بتروح لفواتير وكذا عن زياده التعرفه يا اخوي. يقول لي يا اخوي حتى يترز لا علاقه لا من قريب ولا من بعيد. اذا اقرض اذا بدتم نقرضونا ب 2018 كتبوا على الاردن ترفع الكهرباء والمي. قول له يا اخوي قالوا لنا هيك رفعنا. انت بتروح على البنك، هذا ما له علاقه بموضوع القرارات السياسيه. دكتور استاذ عامر حابب انهي ولا ما بدنا؟ لا انهي تفضلي. هلا عادي قرار يقول لي عادي. البنك الدولي طلب منا نرفع المي. بعض الدول كانت مفكره انها تحول المياه كسلعه. طيب. منها أمريكا. إن دخلت المياه كسلعة تتداول في أسواق البورصة العالمية سيصبح أثمن سلعة على الأرض تتداول في الأسواق العالمية. المياه حق وليست سلعة. صحيح. شكرا. لا بنك دولي بس ولا أنت ما قلتليش البنك الدولي يعني هو قال إنه هو صاحب الفكرة نرفع المي ولا لا؟ وضعنا إحنا قرار إعادة الهيكلة من سنوات. ماشي. وعلنا عنه أكثر من مرة وهي أنت طلعت فيديو للوزير كان حاكي فيه إنه إعادة هيكلة بنهاية العام. شكرا جزيلا لمساعد الإمناء والناطق باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. الشكر موصول متخصص في قضايا المياه والبيئة الأستاذ الدكتور. الله يمسيك بالخير. شكرا جزيلا. شكرا سيد. دمتم بخير نلتقيكم غدا إلى حين كل التحية.